يا حبيب الله للاعب المعتمدية دورة إتقان. معتمدية دورة التخصص. تعلمون ماذا هو مالة في أعناقكم؟ احفظوا الأمانة وصون الوديعة بالدم والراعي نفيها وبالعلم والسلاح نعميها. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بن خطاب عبد القادر. مولده ونشأته من مواليد غالبنا الشهيد القطار. تحية زمان. لقد تلقت هذه الدفعات المتكونة من الدفعة 71 لإتقان الضباط، الدفعة 9 لدروس تخصص في الإدارة العسكرية، الدفعة 4 لتكوين ماستر نظام الألمدي، الدفعة 10 لتكوين ليسانس نظام ألمدي، تكوينا علميا إداريا وعسكريا شاملا ومتكاملا، منحهم قدرة عالية من الكفاءة ستؤهلهم إن شاء الله لأداء مهامهم في المستقبل.